بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام وعلى وجه الخصوص مرضى السكري وذويهم، إني الأكاديمي والطبيب الاستشاري والاختصاصي والباحث في مرض السكري والأمراض المرتبطة به عبد الأمير عبد الله الأشبال. في المحاضرة السادسة هذه سوف أتحدث عن العوامل الرئيسية للتغييرات المرضية التي تؤدي إلى منشأ أو تطور المرض السكري النمط الثاني، والتي تشمل العامل الأول النقص النسبي بإفراز الإنسولين أو إفراز الإنسولين غير المناسب والانخفاض التدريجي في كتلة خلايا بيتا ووظيفتها. العامل الثاني مقاومة الإنسولين، أي ضعف استجابة الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية لفعل الإنسولين. العامل الثالث خلل أو عيب أو نقص في إخماد مستويات هرمون الجلوكاجون بواسطة السكر بعد تناول الطعام مع زيادة في إنتاج الكبد من السكر. العامل الرابع النقص أو الخلل أو العيب الوظيفي في الهرمونات المعوية المعروفة بالإنكريتينات. وأبدأ اليوم بالجزء الأول من المحاضرة السادسة، حيث سأتحدث عن العامل الأول المتمثل بالنقص النسبي لإفراز الإنسولين أو إفراز الإنسولين غير المناسب والانخفاض التدريجي في كتلة خلايا بيتا ووظيفتها. يمتاز إمراض مرض السكري النمط الثاني بكونه تركيبة من عدة عوامل تؤدي في النهاية إلى فقدان الضبط أي التحكم السكري، وتعزى التغييرات المرضية التي تؤدي إلى منشأ أو تطور المرض السكري النمط الثاني إلى نتيجة تفاعل متبادل بين ثلاث أو أربع عوامل رئيسية. وأول هذه العوامل هو النقص النسبي في إفراز الإنسولين أو إفراز الإنسولين غير المناسب، ويصاحب هذا النقص والاضطراب انخفاض تدريجي في كتلة خلايا بيتا وكذلك في وظيفتها. ففي حالة مرض السكري النمط الثاني مقارنة بالمرض السكري النمط الأول، يحتاج الجسم نسبيا إلى كميات قليلة من الإنسولين لغرض قمع عملية تحلل الدهون، وأن العضلات تستمر بأخذ بعض السكر، الأمر الذي يمنع عملية تحلل الدهون والبروتينات غير المقيدتين، وكذلك يصبح فقدان الوزن نادر أو طفيف والتحمض الكتائي نادر أيضا. إذن يمتاز المرض السكري النمط الثاني بأنه مرض يكون فيه إفراز الإنسولين المخفض للسكر غير مناسب لحاجة الجسم. وبالرغم من كون مقاومة الإنسولين عند مرضى السكري النمط الثاني تلعب دورا رئيسيا، ولكن لا يتطور في النهاية هذا المرض ويظهر إلى الوجود في جسم الإنسان على شكل ارتفاع في تركيز السكر في الدم إلا بعد حصول درجة كافية من النقص في إفراز هرمون الإنسولين، وبعبارة أخرى إلا بعد أن يصل إنتاج البنكرياس من الإنسولين إلى درجة لا يكفي أو يعجز عن التغطية على قلة فعل الإنسولين بسبب مقاومة الأنسجة المستهدفة من قبل هذا الفعل. على الرغم من الافتراض ولفترة طويلة أن مقاومة الإنسولين هي العامل الرئيسي في الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني، فقد تراكم لدينا على مدى العقود الماضية الدليل على أهمية خلايا بيتا البنكرياتية، وثمة اعتقاد خاطئ قد منع تقدير العيوب في خلايا بيتا لفترة طويلة هو فكرة فرض الإنسولين عند المرضى الذين يعانون من المرض السكري النمط الثاني. وقد نشأ هذا المفهوم من ملاحظة أن المرضى الذين يعانون من هذا المرض في كثير من الأحيان يكون تركيز الإنسولين عندهم أعلى في حالة الصيام من الأفراد غير المصابين بالسكر. ومع ذلك إذا تم تفسير تركيز الإنسولين في سياق ترافقه مع مستويات مرتفعة لسكر الدم عند المرضى الذين يعانون من المرض السكري النمط الثاني، فإن عجز الإنسولين النسبي بدلا من فرض تركيز الإنسولين يصبح واضحا. علاوة على ذلك، عندما يتم تقييم إفراز الإنسولين في ظل ظروف التحفيز على سبيل المثال بعد إعطاء السكر عن طريق الوريد،
فإن العيوب النموذجية المعروفة خصوصا في المرحلة المبكرة لإفراز الإنسولين يمكن أن تكون مقنعة. وقد اقترح أيضا أن السمنة تسبب مرض السكري النمط الثاني من خلال ضعف عمل الإنسولين، أي مقاومة الأنسجة المستهدفة بفعل الإنسولين لفعله هذا. في هذا المخطط يبين فشل خلايا بيتا والتاريخ الطبيعي لتطور المرض السكري النمط الثاني عند البدينين. ومما لا شك فيه فإن خطر الإصابة بالنمط الثاني من المرض السكري يزداد بشكل ملحوظ مع زيادة كتلة الجسم BMI. ومع ذلك إذا كانت السمنة حقا سبب المرض السكري النمط الثاني، يمكن أن يتوقع المرء أن الغالبية العظمى من الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة سوف يعانون من ارتفاع السكر في الدم. ولكن في واقع الأمر يبقى حوالي 80% من الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لا يعانون من مرض السكري النمط الثاني. وتشير هذه النتائج إلى أن البدانة ومقاومة الإنسولين هي في الواقع من العوامل المهمة التي تزيد من خطر الفرد للإصابة بالمرض السكري النمط الثاني. ولكن السبب الحقيقي للمرض يبدو أنه يرتبط ارتباطا واضحا بخلايا بيتا البنكرياتية. وعليه فبالرغم من أهمية مقاومة الإنسولين، أصبح من الواضح أنه بدون اختلال في وظيفة خلايا بيتا فإن ارتفاع سكر الدم أو المرض السكري لن يحدث. وفي واقع الحال أن الحالتين نجدهما في العادة سوية عندما يشخص المرض أو يظهر سريريا. إضافة إلى ذلك فإن حالة ما قبل المرض السكري تتميز بقدر متوازن ومتساو من التدهور في استجابة العضلات والكبد لفعل الإنسولين من جهة، ووظيفة خلايا بيتا في غدة البنكرياس من جهة أخرى. ويمكن اعتبار هذا كمؤشر إلى وجود خلل أو عيب في حساسية أو استجابة العضلات والكبد لفعل الإنسولين، وإلى وجود خلل في خلايا بيتا كعامل مشترك في التغييرات المرضية التي تؤدي إلى نشوء المرض السكري النمط الثاني. والخلاصة بهذا الشأن هي أن كل من عامل مقاومة الإنسولين وعامل اضطراب خلايا بيتا هما ضروريان في الحالة المرضية لفرط سكر الدم في حالة المرض السكري النمط الثاني. إن التركيز على واحد منهما بقي لفترة طويلة يتم بطريقة لا يعتقد فيها مطلقا بأن الاثنين لاعبين ضروريين، وإنما كان اعتبار سبب بداية تطور المرض السكري النمط الثاني هو أحدهما أو الآخر. أما الآن وعند معظم أصحاب القرار بهذا الشأن في عالمنا الحالي، فلم تعد طبيعة خلايا بيتا وحدوث الاضطرابات المبكرة في وظيفتها موضع تساؤل أو شك. وعليه فإن الدور المهم لخلايا بيتا في التسبب بالمرض السكر النمط الثاني أصبح أمرا مسلما به. وعند التحري عند المرضى المصابين بالسكر النمط الثاني والأشخاص ذوي الخطر العالي للإصابة به، يصبح من الممكن توضيح كل من الانخفاض في كتلة خلايا بيتا والاضطرابات في وظيفتها. واستنادا إلى الدراسات على الحيوانات والإنسان، يبدو بأن أحدهما فقط لا يكفي لوحده في تطور المرض السكري، وإنه لكي يرتفع سكر الدم إلى المستوى الذي يشخص به المرض السكري النمط الثاني يتطلب وجود خلل في كل من كتلة خلايا بيتا وفي وظيفة خلايا بيتا. وإذا كان لأحد أن يتقبل هذه الفكرة، فإن السؤال التالي هو ما إذا كانت العيوب في خلايا بيتا هي وظيفية في المقام الأول، أو ما إذا كان الانخفاض في عدد خلايا بيتا المفرزة للإنسولين أي كتلة خلايا بيتا هي المشكلة الرئيسية في التسبب بالمرض السكري النمط الثاني. وإذا ما لخصنا الحجج المؤيدة لكلا الجانبين،
المذكورة آنفا، فيمكن التوصل إلى توافق في الرأي على أن انخفاض أو تقلص كتلة خلايا بيتا والاختلال في وظيفة خلايا بيتا كلاهما مهم في التسبب في مرض السكري النمط الثاني. والآن نأتي إلى موضوع مراحل إفراز الإنسولين في الحالة السوية وفي حالة المرض السكري النمط الثاني. يفرز الإنسولين في الحالة السوية الطبيعية باستمرار بمستويات منخفضة وبطريقة نابضة بين الوجبات وأثناء الليل لغرض كبح إنتاج الكبد من السكر، ويسمى هذا بالإفراز الأساسي أو القاعدي، ويترافق هذا مع موجات مركزة وقصيرة لإفراز الإنسولين كرد فعل للوجبات الغذائية وارتفاع سكر الدم لغرض ضمان بقاء مستويات سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية، ويسمى هذا بالإفراز الطعامي، وكما تم قياسه في دراستين منفصلتين. وعليه ففي الحالة السوية يعمل تناول الطعام الغني بالسكر على تحفيز إفراز الإنسولين، بينما يؤدي نقص الطعام أو انعدامه إلى تثبيط أو تقليص أو منع إفراز الإنسولين. يعتبر الارتفاع السريع في إفراز الإنسولين كرد فعل للوجبة الغذائية مهما لضمان كبت الكبد من إنتاج السكر الداخلي المنشأ والتخلص من ثقل السكر أثناء تناول الطعام، وبالتالي الحد من ارتفاع السكر بعد الوجبة الغذائية. ويشكل الإفراز الأساسي أو القاعدي ما يقارب 50% من إفراز الإنسولين الكلي يوميا، بينما تشكل 50% الباقية الإنسولين الذي يفرز كرد فعل للوجبات الغذائية. ويمثل هذا الخط البياني الإفراز السوي للإنسولين الداخلي، فالخط المتموج يمثل الإفراز الأساسي، والموجات الحادة تمثل الإفراز الطعامي. أما في حالة مرضى السكري النمط الثاني مقارنة بالأصحاء، فإنهم يعانون من انخفاض استجابة غدة البنكرياس بإفراز الإنسولين بعد ارتفاع مستويات سكر الدم. إن نقص إفراز الإنسولين عند مرضى السكري النمط الثاني لا يقتصر في الحقيقة على الناحية الكمية فقط، وإنما ثمة اختلال أيضا من ناحية توقيت إفرازه ومدى تطابقه مع ارتفاع مستوى سكر الدم المتأتي من الوجبة الغذائية، وكذلك في حالة الصيام، وبالتالي مدى كفاية ما يفرز من الإنسولين في مواجهة مقاومة الإنسولين لغرض المحافظة على الاستقرار المتجانس السوي لسكر الدم. ويقصد بهذا الاستقرار المحافظة على مستوى السكر في الدم المتأتي من تناول وجبة الطعام ضمن الحدود السوية. أما في حالة مرضى السكري النمط الثاني فهم يعانون من فرط السكر بعد تناول الوجبة الغذائية. والآن نتحدث عن المرحلة المبكرة أو الأولى والمرحلة الثانية أو المتأخرة لإفراز الإنسولين. وقبل الخوض في أهمية الخلل أو العيب في وظيفة خلايا بيتا الجزيرية البنكرياتية، يجب أن نعرف أن عملية إفراز هرمون الإنسولين بعد تناول الوجبة الغذائية في الحالة السوية تقسم إلى مرحلتين. تسمى الأولى تسمى المرحلة المبكرة أو الأولى، وتبدأ عند البدء بتناول الطعام وتمتد إلى فترة 10 إلى 15 دقيقة. وتوجد بعض المؤشرات العلمية إلى أن هذه المرحلة تبدأ عند الإقبال على الطعام، أي بمجرد شمه ورؤيته، ويصل إفراز الإنسولين ذروته في هذه المرحلة بعد 7 إلى 7 دقائق من بدء تناول الطعام، حيث تلعب كمية الإنسولين المفروزة في هذه المرحلة دورا فعالا في تخفيض مستويات سكر الدم، وذلك بواسطة منع أو تثبيط عمليات إنتاج السكر من الكبد، وبالتالي التقليل من كمية السكر التي يطرحها الكبد إلى الدم. ففي حالة الإمساك عن الطعام أي قبل تناول الوجبة الغذائية، يقوم الكبد في الحالة السوية بإنتاج السكر وطرحه إلى الدم. أما
الاستمرارية في تخفيض سكر الدم المتأتي من الوجبة الغذائية فتتم بواسطة كمية الإنسولين التي تفرز في المرحلة الثانية أو المتأخرة لإفراز هذا الهرمون، والتي تستمر لمدة عدة ساعات بعد الوجبة الغذائية، أو تستمر ما دام ارتفاع مستوى السكر في الدم وبسبب عملية امتصاص المواد الغذائية من الأمعاء يبقى مستمرا. ويتركز مفعول الإنسولين في هذه المرحلة على زيادة دخول السكر إلى العضلات والأنسجة الدهنية، أي ما يطلق عليه بتصغيف أو تناول السكر المحيطي لغرض استهلاكه لتوليد الطاقة اللازمة. وبهذه الطريقة يعمل الإنسولين على تخفيض سكر الدم في هذه المرحلة. والآن نأتي إلى شرح إفراز الإنسولين الأساسي عند مرضى السكري النمط الثاني. يفرز الإنسولين في جسم الإنسان خلال فترة الصيام، والذي يعرف بإفراز الإنسولين القاعدي السوي أي الطبيعي على شكل موجات تقسم إلى نوعين. الأولى تكون على شكل نبضات وتسمى بالنبضية، مع فترات دورية تتراوح من 5 إلى 10 دقائق بين نبضة وأخرى، والثانية على شكل تذبذبات طويلة. ويعتقد بأن النبضية في إفراز الإنسولين المهمة للاستقرار المتجانس الطبيعي لسكر الدم، وكذلك التذبذبات الطويلة لإفراز الإنسولين، كلاهما غير مستقرتين عند مرضى السكري النمط الثاني. وبينت البحوث أن عدم الاستقرار هذا يبدأ في المراحل الأولى لتطور المرض السكري النمط الثاني، كما أن عدم الاستقرار هذا قد يساهم ولو جزئيا بتطور مقاومة الإنسولين كأحد السببين الرئيسيين لتطور المرض السكري النمط الثاني. يعتبر تعطل أو ضعف إفراز الإنسولين المحفز من قبل السكر نفسه من التغييرات الأولى لنشوء حالة المرض السكري النمط الثاني، ويعزى ذلك إلى خلل أي عيب في وظيفة خلايا بيتا، والذي يتميز بفقدان أو بضعف حساسية خلايا بيتا لسكر الدم كمحفز قوي لها كما هو في الحالة السوية. وعليه يعاني مرضى السكري النمط الثاني من فقدان أي ضياع انتقائي نسبي في تحفيز السكر لإفراز وهكذا فإن من أهم ميزات نقص إفراز الإنسولين من قبل غدة البنكرياس، والتي تظهر منذ بدايات تطور المرض السكري النمط الثاني، وكذلك في حالات اختبار تحمل السكر المعجز، هو نقص إفراز الإنسولين وحتى فقدان إفرازه في المرحلة الأولى من عملية إفراز هذا الهرمون. وقد ترتب على ذلك اعتبارات مهمة لا سيما في مجال طرق علاج المرض السكري النمط الثاني، والتي سيأتي ذكرها لاحقا. أما المرحلة الثانية فهي الأخرى، تمتاز عند مرضى السكري النمط الثاني بنقص جزئي أو نسبي في كمية الإنسولين الذي تفرزه غدة البنكرياس، وكذلك بتأخر عملية إفراز الإنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم التطابق بين مستوى الإنسولين ومستوى سكر الدم المتأتي من تناول الطعام. والآن نأتي إلى شرح كتلة خلايا بيتا المنتجة للإنسولين ودورها في تطور حالة المرض السكري النمط الثاني. إن انخفاض كتلة خلايا بيتا المنتجة للإنسولين يلعب دورا أساسيا في التغييرات المرضية لمنشأ المرض السكري النمط الثاني كمرض مستديم ودائم التدهور. تقدر كتلة خلايا بيتا المتبقية عند المرضى البدينين والمصابين بفحص السكر الصيامي المعجز بحوالي 60% من الكتلة الطبيعية. أما مرضى السكري النمط الثاني فتتراوح كتلة خلايا بيتا بين 37% عند البدينين منهم و 59% عند النحيفين. ويتطور المرض السكري في حالة تقلص كتلة خلايا بيتا إلى ما دون عتبة حرجة تعتبر ضرورية للمحافظة على إفراز كاف من الإنسولين لمستوى معين من مقاومة الإنسولين. واستنادا إلى دراسات مقطعية لنماذج من أنسجة البنكرياس البشرية بعد الممات، فقد بينت النتائج أن مستويات السكر تبدأ بالارتفاع عندما تتقلص كتلة خلايا بيتا إلى ما يزيد على 50% من الحجم الطبيعي. وفي دراسات مشابهة وعلى مرضى السكري النمط الأول ممن شخصوا حديثا،
فقد لوحظ بأن ثمة نقص في خلايا بيتا مقداره 50-70% في وقت تشخيص المرض. وقد بينت نتائج الدراسة الاستباقية لدراسة السكري في المملكة المتحدة المرقمة 16 أنه في الوقت الذي يتم فيه تشخيص المرض السكري النمط الثاني يكون جسم المريض قد فقد 50% من وظيفة البنكرياس، وأن هذا الفقدان يستمر عبر مرور الزمن، وعند الرجوع بالوقت إلى الوراء فإن تقدير أو تخمين هذا التدهور في وظيفة خلايا بيتا يعني أنه يبدأ بالاندحار على وجه التقدير 10 سنوات أو أكثر قبل وقت تشخيص هذا المرض. إن مراجعة لبيانات الدراسة الاستباقية للسكري في المملكة المتحدة قد بينت أن 4% انخفاض في وظيفة خلايا بيتا في كل سنة يحدث عند مرضى السكري النمط الثاني الذين عولجوا بالتغذية فقط أو أدوية السلفونيليوريا أو المتفورمين. ويعزى إلى حد كبير سبب تشيخ أي شيخوخة خلايا بيتا المبكر وفقدان وظيفتها عند مرضى السكري النمط الثاني إلى العامل الوراثي أو الجيني. في الواقع الغالبية العظمى من الجينات المرتبطة بمرض السكري النمط الثاني قد تم ربطها إلى خلايا بيتا البنكرياتية، وأن الضعف في كتلة خلايا بيتا البنكرياتية وفي إفراز الإنسولين قد تم ملاحظته في العديد من الدراسات على المرضى الذين يعانون من مرض السكري النمط الثاني. يضاف إلى ذلك العوامل البيئية المكتسبة التي تؤدي إلى انخفاض خلايا بيتا، ويضاف إليها حالتي التسمم بالسكر والتسمم بالدهون. أما بصدد الأسباب التي قد تسارع في تلف خلايا بيتا فقد أمكن في إحدى الدراسات ملاحظة زيادة مهمة في مستويات الأميلين والبروتين المشابه للأميلين في حالة استعمال دواء الجليج ليزايب وهو أحد أدوية السلفونيليوريا مقارنة باستعمال الإنسولين من نوع NPH، وهذا يعني أن أدوية السلفونيليوريا كالداونين والأميريل قد تؤدي إلى ترسب مادة الأميلويد في غدة البنكرياس، الأمر الذي يساهم في تسريع تلف خلايا بيتا. وحول الدور المباشر لحبوب السلفونيليوريا في سبب فشلها إضافة إلى أسباب عديدة أخرى، لوحظ بأن تعريض خلايا بشرية مزروعة مختبريا لدواء السلفونيليوريا يؤدي إلى الموت الاسترخائي أو الموت المبرمج لها. وكان هذا التأثير يزداد كلما ازدادت فترة التعرض وحتى لو خفضت جرعتها. إضافة إلى ذلك فإن أدوية السلفونيليوريا قد يكون لها تأثيرات سلبية على وظيفة خلايا بيتا، ففي تجربة أخرى بيّنت نتائجها أن تعرض خلايا بيتا لفترة طويلة لجرعة عالية من الجليبنجليمايد أو ما يعرف تجاريا بالداونيل أحد أدوية السلفونيليوريا قلل من أو ثبط استجابة خلايا بيتا لتحفيز متتابع لدواء التولوبيوتامايد أحد أدوية السلفونيليوريا، وقد أمكن عكس التأثير المثبط بواسطة ترك الخلايا بدون سلفونيليوريا لفترة طويلة، الأمر الذي يشير إلى التأثير المباشر للسلفونيليوريا على قدرة خلايا بيتا على فرز الإنسولين. إضافة إلى ذلك فإن عملية الموت الاسترخائي لخلايا بيتا المنتجة للإنسولين في غدة البنكرياس هو أحد المظاهر الشائعة للمرض السكري النمط الأول وللمرض السكري النمط الثاني، وأن الموت الاسترخائي لهذه الخلايا لا يسببه ارتفاع السكر المزمن فقط، وإنما كذلك الارتفاع المزمن للأحماض الدهنية التي تعتبر من العوامل المهمة التي تساعد على تطور المرض السكري النمط الثاني عند حالتي السمنة ومقاومة الإنسولين، ولهذه الحالة تطبيقات عملية في علاج المرض السكري. وقد أصبح بالإمكان قياس الحجم النسبي لخلايا بيتا والموت الاسترخائي والتكاثر لخلايا بيتا، وكذلك تخليق خلايا بيتا من القنوات المفرزة الخارجية لغدة البنكرياس. فقد أظهرت دراسة حديثة أجريت على عينات لغدة البنكرياس لأناس بعد وفاتهم أن كتلة خلايا بيتا تقل عند مرضى السكري النمط الثاني، وأن زيادة عملية الموت الاسترخائي في خلايا بيتا هي السبب في ذلك، بينما يبقى تكون خلايا بيتا جديدة طبيعيا عند هؤلاء المرضى،
ولهذا السبب يمكن أن يفتح هذا آفاق جديدة لتطوير علاج لمرضى السكري، وذلك من خلال إيجاد الوسائل التي تمنع عملية الموت الاسترخائي لخلايا بيتا، بما يؤمن عكس حالة هذا المرض أو الحد من تدهوره المتواصل. إلى هنا انتهى الجزء الأول من المحاضرة السادسة، وشكراً.